عمر تيفي. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض، لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة التوبة. الحمد لله على نعمة الأخوة والهجرة. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة رمضان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك نعلم ونعوذ بك لما لا نعلم. اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. يا الله يا رحمن ارحمنا يا رحيم. يا غفار اغفر لنا يا غفور. تب علينا يا العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا
نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اشدد وطأتك على الكفار يهود إسرائيل. اللهم شطط شملهم، اللهم اهزلهم وزلزلهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في
فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Amar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support dakwah Amar TV dengan cara like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Amar TV. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan kirimkan donasinya melalui rekening di bawah ini. Insya Allah donasi teman-teman sekalian akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dakwah di Amar TV. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشمس والقمر بحسبان.